السلام البنات كي دايرين لاباس عليكم صحتكم لاباس كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير عرفت شنو وقع ليا دابا والله حتى ندير مع البنات فيديو آه كنت بايته في الدار بوحديتي ما كاينش مراد كيف ما قلت لكم رجع للجرف ما كاينش هنايا ما كاين شي واحد في الدار كاين غير بوحديتي معايا حتى شي واحد ويلاه كي بديت نجمع الصالون انا وخر نكون غير بوحدي تندير الروينه صافي كليت شويه بديت نجمع الصالون ونتفرج هو عيط ليا لي بابا قال لي واش مراد باقي ما جا قلت له راه باقي ما جا راني بايته بوحدي ويقول لي لا لا ما تباتيش بوحدك هو وماما اختي ما خلاونيش نبات بوحدي دابا راهم جايين جايين في الطاكسي قال لي فاش نقرب للدار حتى بالليل عينو باش نوريكم ما تقولوا صرا ما نخرج برا يا الليل شفتوا السما راه السما <applause> كحله باش ما تقولوش راه كنكذب عليكم راه غير الضو راه هو فين شاعل عطيه الضو هذا كامل دابا انا يلا كي وجدت راسي وجدت آه سميتو حوايج اللي غادي ندي معايا وداكشي آه حيت كنت غادي ندوش هنايا وملي عيطوا لي دابا صافي كنت غنسالي هاد الروينه اللي عندي هنايا في الدار وغندخل ندوش وعاد ديك الساعه نجي ونجلس هما دابا كيصونيو عليا <applause> صونا عليا بابا دابا قال لي يا خرجي راح نصفي ما بقى لنا والو غادي نوصلو انا هبط غير ريدو آه حيت ريدو دي كاملين آه كاملين طالعين تيجبني انايا هادو راه بحال هكا آه كيجبني يكونوا ريدو يا طالعين والهواء الدخل كنتخنق المهم غادي نهبط هاد الريدويات هادو ونخرج عندهم وانتم معايا تنخرج عندهم وانتم معايا باش تشوفوا جايين ليا في <applause> نص الليل وحق الله تا في نص الليل جايين جايبين طاكسي زعما الوالدين راه كيش بحالهم والله <applause> جيت لهنايا للبيت جمعت حوايجي غير فهاد الساشي هذا ما لقيتش فين نجمعهم صراحه بلا ما ندي هاد الشنطه والتخربيق ما عنديش شي شنطه صغيره عندي وحده موية صافي غير الحوايج اللي غادي فاش ندوش ونسالي نلبسهم يلا <applause> طلعي <applause> وصلت للدار دوشت وارتاحيت واللي لي صدقوا جاو عندنا الضياف وغير ربي مشيت المهم درنا لهم الرفيسه صراحه ديك الرفيسه ما يمكنش ما تصدقش لكم كتجي زوينه بزاف بزاف وراه ديجا عندي في واحد الفيديو تكونوا شفتوها ولكن غنولي نشاركها معكم باش بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش يستافدوا لحقاش كتجي واعرة بزاف بزاف المهم بالنسبة للناس اللي كيسولوني واش خديت البيرمي ولا مازال مازال ما خديت واش هالبناس عرفت عندي واحد تخوف كبير من السياقة ما عرفتش واش غير انا ولا حتى نتوما بحالي عرفتو راه بزاف آه كان مراد كيعلمني آه ديما كان يخرجني يعلمني هكايا كيفاش نسوق كيفاش كيعلمني بزاف ديال الحاجات وتنعرف يعني نعرف نسوق وكل شيء ولكن عندي واحد التخوف هو اللي مخليني مازال ما خديتش البيرمي ديالي واحد التخوف ما عرفتش علاش واش غير انا ولا حتى نتوما ما عرفتش المهم قولوا لي واش حتى المهم من بعد مشيت نشوف الثلاجه لحقاش الثلاجه ديالي فيها واحد الديفو وغادي نبدلها يمكن هذه المره غادي ناخذ الجي هي اللي غادي ناخذ لحقاش هاد الثلاجه اللي, اللي, عندي خرج فيها واحد الديفو ما ما عرفتش مناش المهم تتخدم تتبقى تسكت المهم دارت ليا سميتو فراسي ايه دابا غادي نشارك معكم مضهوصة اول حاجه اه في هاد الفيديو كانت صايبتها لينا مرات ولد عمي وهذه الطريقه ديالها صراحه ولكن هاد المره صايبتها بوحدي وخديت من الطريقه ديالها النيت ولكن راه تتجي فنة اه المهم اول حاجه خدات فروج اه دارت العطريه الثومه اه سكينجبير البزار الخرقوم شويه ديال الملحه وشويه ديال راس الحانوت بالنسبه اللي كيدوخو راس الحانوت يديروش صراحه حتى انا ما كناكلوش المهم كتبدا تقب صدر ديال الدجاجة بهذه الطريقه باش وكتدخل فيها العطريه مزيان مزيان حيت صدر ديال الدجاج هو اللي خاصو ياخذ العطريه ديال بصح باش كيجينا كي بنين صافي من بعد كتخليها واحد شويه في الجنب حتى تشرب العطريه وعاد كتولي تاخدها وكتزيد عليها شويه ديال الملون الغذائي وتتكتف ديك الدجاجه ضروري باش ما تحلش في الطياب بالنسبه للبنات اللي كيخافوا هكا من ما تخيكمش كاع نهائيا حتى انا شحال هادي كانت كتخليني بدوسات نقول لا وما نديرها وما كذا ولكن عرفتوا راه ساهله بزاف غير كديري يدك في الحاجه صافي خصك تكوني سايقه في راسك وديري لهذوك القوام كيف ما هما ما تنقصي حتى شي حاجه صافي تصدق لك 100% حتى انا شحال هذيك كنت كنخاف بزاف من الطياب من بعد صافي مبقيتش كنخاف وليت كنزعم صافي هنايا غادي ديروا كسرونه فيها الحلبه راس ديال الثومه شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الزيت غادي ديروها تسلق هذه كتخليوها حتى من بعد تحتاجوها للديكور وهاد الطريقه مزيانه حتى بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الحلبه بلا ما طيب في, في الطنجره طيب بوحديتها باش اللي كتعجبو الحلبه تحط قدامو اللي ما كتعجبوش ما يتحطش صافي من بعد ما كتغلى لينا هذيك المريقه مزيان عاد كنزيدوا الزيت الزيت ما كنديروهش كاع في الاول تنديروه حتى كتشد ديك العطريه مزيان في الدجاج من بعد كنزيدو داك لاصوص اللي صايبنا في الاول بالبصله مطيشه اللي طحنا في الاول كاع عاد كنزيدو على داك الدجاجه ديالنا وكنوليو نشعلو عليها ونديرو لها الماء الكافي ديالها وكنخليوها طيب على خاطرها دابا غادي ندوزو للكاشير اللي صراحه كيجي زوين بزاف وما يمكنش ما يصدق ليك شوف البلاصه ما تحتاجي تبيتي حتى الصباح تصايبيه ما غتحتاجيش كاع داك التخربيق اللي غادي يدوخك في راسك حيت كاين بزاف البنات كيعجبهم هاد الكاشير اللي كيدار براس الحانوت وداك الشيء مدهوسه و كيوليو يستغناو عليه لحقاش كياذبهم كي خصو يبات خصو يدير هذا ما كيبات ما والو بالنهار كي غادي تصايبيه صافي غادي نحتاجو فيه المعدنوس ثلاثه ديال البيضات شويه ديال التحميره سكين جبير مهم بالنسبه للقياس هانتوما كتشوفوا القياس شحال بالمعلقه الصغيره صافي وكتزيدوا شويه ديال الملح وشويه ديال الهريسه بالنسبه اللي عندكم ديك الهريسه اللي كتصايب بالمزاود ديروها اللي ما عندكم صايبوا ديروا الهريسه العاديه صافي وكتزيدوا شويه ديال الزيت وكتطحنوا كل شيء وهذا الكاشير عنده واحد السر اللي ما يمكنش ما ديريهش هو اللي كيجمع لك الخليط كامل وما كيهدبكش هو الفينو كديري ضروري جوج معالق ديال الفينو ضروري ديريها فداك داك الخليط ديال ديال البيض والمعدنوس وداكشي الشيء صافي كتزيدي الكبده الكبده كتكوني قطعتيها من قبل ما مسلوقه ما حتى شي حاجه كديريها بحال هكاك صافي كتزيدوا شويه ديال راس الحانوت وكنشدوا داك الخليط ديالنا كامل كنديروه في ميكا كنعقدوا عليها وكنلويو ديك الميكا في بابي الومنيوم وكديروه يطيب آه يتفور بالنسبه للبنات اللي يكونوا مزروبين وما عندهمش كيديروا يتسناو حتى يطيب هو ما كياخذش الوقت بزاف ولكن الا بغيتو يجيكم نيشان هو والمريقه يطيبوا قد قد كتشدوا داك البابي الومنيوم في بلاصه ما تفوروه كديروه مع ديك المريقه يطيب مع ديك الطنجره ديالكم تتحشيو فيه ديك الميكا صافي سيطيب في البلاصه كيقدر يطيب قبل المرقه وبالنسبه للناس اللي يقول لك لا ما خاصش الميكا دار في, في المرقه صافي من الاحسن يتفور صافي البنات دابا غادي نخليوه حتى يتفور داك الكاشير ونولي نرجع معكم بلح الحلبه طابت صافي حيدناها حطيناها في الجن وغادي ندوزو باش نصايبو المسمن صافي المسمن الطريقه ديالو راه باينه البنات أيوة كاملين تعرفوا يديروا المسمن كلشي كيعرف يديرو ايوا المسمن ديال ديال الرفيسه كيكون شويه ناقص الزيت وصافي هذا هو الفرق اما ال... كلشي تعرف يدير المسمن البنات كاملين هذه الخطوه هذه والشي كيعرف يديرها البنات اللي اول مره غادي يديرو الرفيسه وداكشي متزعموش على الطياب غير زعمو فما تشوفوا كاين شي طياب ولا شي حاجه شي فيديو عجباتكم شي طياب ولا شي أكلة ولا غير زعموا حطوا المقادير حداكم وزعمو غادي تصدق لكم 100% خصوصا هذه الرفيسه هذه البنات كاملين اللي ما تعرفوش يديروا الرفيسه غيوليو يعرفوا يديروها سهله ماهله حيت كاين بزاف ديال البنات اللي كيبغيو ينوضوا يطيبوا ويزعمو كينوض يدير واحد الحاجه ما كتصدق لهمش كتصدق لهم خايبه صافي تيلوحوها ما كيوليوش عاوتاني يقدروا يطيبوا مره اخرى تيقول لك صافي راه اي حاجه درناها ما صدقش لينا انا جربتها غير في الكيكه آه بزاف ديال البنات اللي, اللي جاو عندي الانستغرام قالوا لي ما كتصدقناش الكيكه داك النهار قلت لكم هذه الكيكه راه ما يمكنش ما تصدقش لكم تتصدق زوينه 100% وطالعه وداك الشيء كامل اللي شفتوا في الفيديو هو اللي غيصدق لكم ان شاء الله قالوا لي بزاف البنات راه ما كتصدقش لينا الكيكه كنديروها ما تصدقش لينا ولكن آه فين المشكل المشكل فاش داروها اول مره صفطات ولا ولا ما طلعتش ولا شي حاجه صافي ولا شك يولي عندهم تخوف ولا يوليو عاوتاني يعاودوا الحاجه مره اخرى انا عرفتو شحال ضيعت من حاجه بزاف ديال المرات فاش كنت يلا كي كنتعلم في الاول الطياب مع ماما ودكشي كنت ما تنعرفش بزاف ديال الحوايج وكانوا ما كيصدقوش ليا بزاف ديال الحاجات ومن بعد ولاو كيصدقوا ليا صافي عادي لحقاش الطياب غير زعامه الطياب وحق الله غير زعامه زعمتي راكي غطيبي ما زعمتيش راكي غتبقاي ما تزقولي ما تنعرفش صافي البنات مهم كان كنعطيكم النصائح زعما هادو بالنسبه للمبتدئات من البنات اللي يلاه غيبداو البنات اللي يلاه غادي يتزوجوا نوصيكم واحد الحاجه ضروري تكونوا كتعرفوا طيبو فاش تبغيو تزوجوا باش ما باش بت... ما تحشموش في اي حاجه اي حاجه قال لك راجلك نوضي ديريها غادي تنوضي ديريها بوجهك حمر وبعينك مغمضين ما غاديش تحشمي ولا شي حاجه صافي البنات مهم هنا هذا الشي ديال التمار والبيض وشي اخر هادشي باش تزوق ديك الرفيسه كتجي صراحه عاطيه ديكور اللي واعر بزاف كتجي زوينه بحال هكا الا جاو عندكم الضياف وهكا يا هدي ديال دي التحميره ديال الوجه كتجي زوينه بزاف صافي هذا الفيديو راه ديجا قلت قلتو لكم قلت لكم راه هذا الفيديو هذا راه ديجا حطيتو لكم يعني ماشي انا اللي طيب طيبت في هذا في هذا الفيديو طيبات مرات ولد عمي وانا طيبت للضياف فاش جاوا غير ما كانش عندي الوقت فاش نطيب لكم وفاش ن... وفاش نصور نطيب لكم زعما فاش نصور لكم وداك الشيء ما كانش عندي الوقت فصافي راكم عارفين التصوير تي ياخذ شويه الوقت فما صورت ما شي حاجه وقلت غنولي نحط لكم نشارك معكم هاد الرفيسه لحقاش كتجي زوينه بزاف حيت كاين البنات لا يكون شافوهاش شو وداكشي هانتوما دابا غادي تشوفوها <applause> صافي البنات مهم هنا راه صافي كل تمر كلشي واجد البيض الكاشير صافي حتى هو راه واجد خاصو غير ي... يتقطع باش تشوفوا هاداك التقطيعه كيفاش كتجي وقيلا ما كايناش ديك اللقطه اللي يمكن فاش كان كيتقطع الكاشير ما كايناش ولكن عرفتوا راه راه التقطيعه أراد... ديال الكاشير غير من ديك التقطيعات تعطيكم انه ناجح 100% كي ما المية. ما كي خصو ما يخصو يبات يخصو يدار في الثلاجه حتى شويه يدار في الثلاجه ما تيدارش كي تخرجيه من كي تحيديه من من سميتو من سميتو عليها من الكسكس تتقطعيه في البلاصه ما تحتاجيش ديري لها لا صافي البنات مهم دابا راه طافت الرفيسه ديالنا دابا غنبداو غير نسقيو وصافي المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو يكون عجبكم الرفيسه آه كيفاش جات صراحه تتجي فدنا واخا انا نشكر لكم فيها تتجي واعره بزاف 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 والله واخا انا كنت كندير رفيصة ماشي ما كنتش كنديرها كندير رفيسه انايا ديالي بطريقتي ولكن هاد الرفيسه هادي جاتني حسن بزاف غير الطريقه يعني الطريقه كتختلف هذيك الطريقه ودكشي الصغير اللي تشوفي انت صغير تقولي بلاش ما نديرش هاد الشيء هذا هاد غير صغير شنو غادي يزيد هو اللي كيكون فيه السر وتيكون فيه هذاك هو اللي تيكون فيه البنه <applause> هضرت بزاف وقيله <applause> المهم صافي هنايا راه غادي تبداو ديكوريو وديكوريو نتوما باش اي طريقه بغيتو ديكوريو هكا المهم كيف ما عجبكم ديكوريو ديكوريو الكور ديالها صراحه زوينه بزاف راه خليت لكم في الفيديو لقطات من اللي صايبت انا صراحه اللقطات اللي صايبت انا راه غير شي شويه اللي دخلت لكم لحقاش ما قدنيش الوقت مع جو الضياف وداك غير شويه اكثريه من الفيديو اللي صايبات آه من الفيديو زعما اللي اللي كانت صايبات فيه مرات ولد عمي هاد الرفيسه هادي النيت يعني الاغلبيه اما انا شي شويه وصافي <تصفي> المهم البنات هنايا راه بغيت نجاوبكم على واحد الحاجه ما على هاد اللقطه هادي هاد اللقطه فاش هادشي اللي غنقول متعلق <applause> بهذا الشيء هذا بعد اول حاجه هذه القطه قديمه في الصيف يعني شحال فاش مشينا لعندهم وداك الشيء المهم بزاف ديال البنات اللي كانوا سولوني بزاف ديال الاسئله في الفيديو اللي قبل واش مشيتي فاش قلت لكم راه مشينا للجرف وداك ممكنوا المهم بزاف ديال المشاكل اللي كانوا ما كيتعلقوش بيهم هما مهم كانوا بزاف ديال المشاكل مشينا على بزاف ديال الحوايج ما يمكن ليش انا نقولهم لحقاش ما كيتعلقوش بيا انا بوحديتي ما كيتعلقوش بيا بوحدي يعني بزاف ديال الاشخاص ما يمكن ليش نقولهم فقالوا لي بزاف ديال الناس واش مشيتي لعند العائله ديال الزوج ديالك ولا لا فما مشيتش البنات يعني ما ما مشيتش هذا هو الجواب ديالي لحقاش كنلقى بزاف بحال هاد الاسئله هادو وكنلقى عاوتاني آه سميتو كنلقى بزاف ديال الهضره اللي تتكون بصراحه هذيك تدير شي شويه ديال المشاكل هو فاش هكا شي حاجه لماما ولا كنجيب شي حاجه للوالدين ديالي يعني كتكون راكم عارفين الهضره اللي غادي تكون عارفينها يعني ماشي من كل شيء ولكن من واحد الفئه قليله ديال الناس اللي كتبغي هكا يتنوض شويه ديال الهضره وداك الشيء هذا هو اللي كاين فالناس اللي كيبغيوني راه كيبغيو ليا غير الخير ما كيبغيووش لي شي حاجه اللي غادي تنوض الصداع ولا اللي غتنوض المشاكل فالناس اللي كيبغيوني اكيد راه بلاكس يبغيو ليا الخير صافي البنات هذا هو علاش بغيت ان... بغيت نجاوبكم ان شاء الله في القريب يكون خير هاد الشيء اللي كنتمنوه يعني في القريب العاجل يكون خير ويكون ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها صافي كنتمنى نكون جاوبتكم البنات في الفيديو اللي قبل آه بزاف ديال ديال دي الاسئله اللي كانوا كيجاوني في الانستغرام ما نقدرش نجاوب عليهم البنات والله ما نقدر لحقاش الا هضرت بزاف الناس اللي يقول لك لا وعلاش تقولي هذه الهضره واش واش انت هذاك الشيء خاص بك غير بوحدك واش كذا واش كذا فهمتوا يعني ماشي اي حاجه تقدري تقوليها شي حاجه اللي خاصه بيا نقولها هذيك عندي هانيه ولكن شي حاجه اللي كتكون ما خاصاش بيا غير بوحدي ما نقدرش نقولها ما تقدريش تلمحي لها حيت آه انفوس بدا يتهضر يعني راه ضروري يعني كل واحد وشنو يعني كاين اللي كيبغي داكشي يبقى ديالو شخصي فهمتوني فهادشي اللي كاين المهم <applause> كنتمنى تكون عجباتكم دوسه بلا ما نهضر على انا كيقولوا لي بزاف ديال البنات بقاي ديري معنا لايفات في الانستغرام <applause> المشكل ديالي انا البنات شنو هو هو عفويه بزاف ولا بقاو البنات تيجيو يسولوني بحال في في التعاليق وداكشي يسولوني في اللايف نقدر نجاوب على اي سؤال يعني بحال نحس براسي راني جالسه معاكم وداكشي واللايفات بعض المرات كيبقاو يتسجلوا ويتلاحوا وما كيبقاوش بينك وبين الناس اللي كانوا كيتفرجوا فيك فهذا مني كان كنخاف انني ندير لايف يعني كنقول فاطمه زهرا انت أفوي بزاف شكل دايره دماغك في شكل <applause> <applause> تفهموك غير الناس اللي هكا يعزز انت عزيزه عليهم وداكشي و بقاي تهضري فيقدر يتهز اللايف ويدير لك مشاكل مع العائله يدير مشاكل فهمتوني هذا هو علاش ما كنبغيش هكا ندير اللايفات لحقاش يقدروا يجيني مشاكل من العائله يقدر لحقاش كن عفويه بشكل المهم البنات كنبغيكم بزاف بزاف وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله